هلأ أكيد أنتي مشغولة بالتفكير لمستقبلك. هدول شوية تياب إليك، شو فيهم بس تفضي؟ ديفيا، أنا رايحة على الدار، تيجي معي؟ أكيد، منروح. امشي. ملاحظة إنه ديفيا كتير متغيرة بتصرفاتها؟ رح نعرف هالشي هاد عن قريب. خلينا بالأول نكتشف شو التغيير اللي صاير ببنارس لحتى خلى هالبنت تتغير لهالدرجة. بعتي ممتاز. صور الدليل السياحي أمار رح يوصلوا قريباً. خلصنا تشينتو، حاجتك قلتلك بكفي. لا ترد عليه، تمك عم تصوره. صوره، صور كمان. ايه، مشان بعدين لما يقعد ويشوف أمار هاي الصور رح يصير يتحسر ويتذكر قديش كان مبسوط قبل الزواج. رح يتذكر إذا كان مبسوط، بس هو ما ابتسم ولا بصورة لحد هلأ. يلا تشينتو، خد لك كمان كم صورة. يلا أمار ابني، نحنا كلنا حابين نشوفك مبتسم. بتعرفي أنا لما فقدتهم لأهلي كنت لساتني بنت صغيرة، حتى ما بذكر شي هلأ، يا دوب بتذكر اللحظات الصغيرة، بتذكر كم يوم بس، اللحظات المميزة وشوية صور، مو أكتر من هيك. بس أنا بشتاق لهم كتير. نحنا لوين إجينا بالضبط؟ هذا الدار اللي بيجوا عليه عيلتنا. خالتي، في شغلات كتير غريبة عم بتصير معي. انتي شي مرة بحياتك حسيتي بإنك اجيتي لنفس المكان من قبل، بينما هالمكان أول مرة بتجيبه؟ في حدا بزمانه قال لي إنه إذا بحس بهيك شي فهذا معناته إنه كله ذكريات مرتبطة بالماضي تبعي. كيف ممكن تتكرر معي هلأ؟ في أي حدا يسترجع أحداث الماضي بهالبساطة؟ يعني عادة ممكن الإنسان يتذكر شيء من ماضيه فجأة؟